السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتكلم عن أكثر الأسئلة اللي وردتني، وهو كيف أعدل الاختصارات اللي موجودة على النظام الماكي. نفتح تحضيرات النظام عن طريق التفاحة System Preferences، هي تحضيرات النظام، وبعدين نروح لم الكيبورد، وبعدين فيه طلعنا عدة تبويبات في الأعلى، تبويبة الكيبورد، التكست، النص، شورت كاتس، الاختصارات، وإنبوت سورسز، المصادر، الكتابة أو الإدخال، والديكتيشن. فإحنا نبي الشورت كاتس. هذه الشورت كاتس هذه طريقة للدخول لها. في طريقة ثانية إنك تدخل لها، إنك تروح لم تفضيلات النظام، آسف، تروح لم الخيار اللي جنب التفاحة، يعني مو بالتفاحة، القائمة اللي جنبها حسب البرنامج اللي انت فاتح مثلا الفايندر، فاتح بيجز اللي جنبها، وبعدين تنزل 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 لين ما تلقى سيرفيسز. تقريبا الآن هو ثاني خيار، وبعدين تروح لم آخر اختيار في هذه القائمة اسمها سيرفيسز بريفرنسز، فتضغط عليها يوديك لنفس النافذة. الآن هذه الاختصارات مقسمة في الجهة اليسرى إلى عدة أقسام، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 أقسام. الأول اللي هو اللونش باد والدوك، هذه اختصارات اللونش باد والدوك، تقدر تشغلها أو تفعلها، تحط علامة صح عند الشيء اللي تبي تشغله، وبعدين تضغط على مكان الاختصار وتقوم بعملية الاختصار، تضغط على الكيبورد ويطلع لك يعني يتنفذ. فمثلا على سبيل المثال انا بروح اغير عندنا مثلا في ميشن كنترول، في الكيبورد، في انبوت سورسز اللي هي مصادر الكتابه، في سكرين شوتس. هذه سكرين شوتس هذه جميله اذا جيت تبي انت تصور الشاشه. فوش اختيارات تصوير الشاشه؟ عندك اربع اختيارات تقدر تفعلها وتطفيها، وتقدر تستخدم الاختصار حقها اللي موجود هو هنا. فيه عندنا اختيار حق مثلا مهم جدا اللي هو سبوتلايت، شلون تجيب تطلع محرك البحث شو سبوتلايت سيرش، اللي هو انا حاطه عندي كنترول ومسافه، عندك يمكن يكون مختلف انا مغيره. وعندك الانبوت سورسز هذا جدا مهم، هذا سيلكت ذا بريفيوس انبوت سورس اللي هو تغير اللغه من عربية لانجليزيه وكذا. انا عندي مثلا كوماند ومسافه. الاختصار الثاني اللي يوديك للغة السابقة أنا ما فعلته ما أحتاجه، فعندك كوماند ومسافة هنا تقدر أن تغيره، أظن هو أصلاً تلقائي جاي كنترول ومسافة. في هنا خيارات الأكسسبيلتي أو إمكانية الوصول اختصاراتها، فتقدر تغير اختصارات الزوم مثلاً، الاختصار حق اللي يشغل الزوم أو يطفيه، كوماند وشيفت، كوماند وأوبشن رقم 8 وكذا. في خيار مثلا يعكس الالوان، في خيار يعني يطفي الفويس اوفر يشغله، تقدر تغيره من هنا ايضا. في خيار ايضا حق اللي يظهر لك اختصارات امكانيه الوصول، تقدر تغيره ايضا من هنا. هذه هي باختصار هذه الطريقه انك تغير اي اختصارات موجوده عندك. في ايضا اب شورت كاتس، هذه جدا ممتازة ومهمة. مثلا عندك بعض البرامج تبي فيه مثلا نفترض أحد القوائم المنيو اللي موجودة عندك في برنامج البيجز مثلا، اسمها نقول لصق مخصص، أو لها اسم معين، يعني أنت تشوف لك مثلا أو قائمة المساعدة، فتختار أنت من القائمة المنيو اللي موجودة عندك اسمها، تجيب اسمها وتضيف أنت اختصار جديد من عندك، فتضغط على علامة الزائد اللي موجودة هنا وتكتب العنوان حق الاختصار، مثلا هو كوبي ولا بيست، ولا مثلا عندي في اختصار أنا كنت مسويه اللي هو سبيك سيلكشن سبيك تكست.
هنا ايضا تقدر تقول هو في اي برنامج، هل هو في كل برامج ولا في احد البرامج اللي موجود عندك، وبعدين هنا تختار الاختصار اللي انت تبي يفعله. فمثلا لو انك ضغط مثلا كنترول ومثلا اف فصار هو بدل كنترول واف، طبعا انا بكنسل ما ابغى احفظه. عندي الاختصار فعلته سابقا اللي هو سبيك عربيك، هذا كوماند كنترول اي، وإذا ما هو مناسب لك تقدر تحذفونه من هذه القائمة، من هذا خيار حق إشارة الناقص. باختصار يعني هذه الطريقة اللي تقدر تعدل فيها التفضيلات اختصارات لوحة المفاتيح اللي تقدر تتحكم فيها في نظامك في كمبيوترك الماك. وأتمنى أنه هذا الشرح كان مفيد، وإذا كان أعجبك أو عندك استفسارات فلا تنسى تتركها في التعليقات أو تراسلني عبر تويتر. وكذلك إذا كنت تشوف هذا الشرح مناسب لأحد ما فأتمنى أنك ترسل له إياه. ووفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.